برايم تايم. مرسينا معكم شلون هاركم أسعد الأيام صباح النور وسرور لكم الكل هم الأخبار كالعادة. La revue de presse. يلا نبدأ بالموضوع الأول. برح فيديو انتشر بطريقة يعني خلينا نقول كبيرة برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. فيديو يوثق حادثة متاع مؤسفة برشا الحقيقة. حادثة أولية تعربد داخل قسم من التلاميذ، تهين معلمة، تعتدي معلمة داخل القسم في مدرسة ابتدائية، تحديد المدرسة هذه مدرسة المنجسلين في السبيخة من ولاية القيروان. ومنذ نشر الفيديو هو حديث عن تونس على مواقع التواصل الاجتماعي. داخل المدرسة في وسط القسم تحديدا، يعني تدخل المدرسة ومن بعد تدخل للقسم ويصير اللي يصير من اعتداء وأيضا خلينا نقول إهانة وعربدة داخل القسم، ومشهد يعني مشهد يعني الحقيقة لا يليق بالفضاء التربوي التونسي، لا يعتبر الأولياء وأيضا بالتعليم العمومي في تونس والمدرسة العمومية في تونس. معاذ، ولا يشوف للأسف هذا أهم حاجة تحدث فيها التونس البارح، على الأقل اللي موجودين على الفيسبوك واللي عايشين فيه، وهي من الحاجات اللي تؤسف وهي الحاجات اللي في تعطي نوع من الإحباط. بصراحة شخصيا عندي نوع من الإحباط، أولا كي باش تحدث على حاجة كما هكا، وثانيا كي نشوف التونس معناتها تتصفح وتتفكه وتبرتاجي في فيديو كما هكا وتعمل زعمة يحبوا يضحكوا، زعمة هما كل نقد، زعمة هما ينقدوا في النقد الساخر، هو ما عنده حتى علاقة بالنقد الساخر، هو فما نوع من المرض النفسي اللي نحبوا الفرجة نحن. للأسف نحبوا الفرجة ونحبوا الفضايح ونحبوا نتمتعوا، فما غريزة هذيك في نحن للأسف نقول فيها، وهذه مانيش فرح بها، لكن للأسف وتقريبا مواقع التواصل الاجتماعي خاصة منهم فيسبوك غذوا هالغريزة هذه وخلاو التوانسة كل مرة يمشيوا في حاجة، ومن بعد كي تقول لهم تو هكا مش معقول تيزي عاد باش تلعب فيها عاميق، صحيح تولي انت تولي مشكل فيك انت وقت اللي زعما احنا نحبوا نفادلك وانت تقين فيها وكل لغة هذيك اللي ماسة لاسة في الحقيقة، واللي زادت نفرة العباد من البلاد هذه وزاد نفرة العباد من مواقع التواصل الاجتماعي، وإن شاء الله في يوم من الأيام نقوم ما نلقاهوش الفيسبوك ولا غيره. هني دعوة على الصباح باش يرتاحوا الناس الكل. نرجعوا للموضوع اللي شوف الأمور القضائية باش نخليوها للقضاء، حسب ما فهمنا حسب ما سمعنا وتبعنا في وسائل الإعلام فانه متوجهه للسيده هذه اللي قامت باقتحام قسم وتوجيه نجم نقولوا اعتداء همجي ولفظي على الاستاذه والمعلمه. هي هضم جانب موظف عمومي بالقول اثناء مباشرته للوظيفه، والاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي اثناء مباشرته لوظيفه وظيفه وتعطيل حريه العمل. هذا ما تهم الموجهه لها هي مباشره لهنا. شوف اولا نحكي شخصيا المساله هذه، لابد انه ترجع لكل المؤسسات التربويه الهيبه نتاعها، والوزيره الجديده اكيد هي تعرف اكثر منا لانها متفقده، اكيد تعرف كل شيء في المسائل هذه، ولابد انه تراجع القائمه نتاع العساسه اللي موجودين في المؤسسات التربويه، خاطر في يوم من الايام والله ما نعرف خرجوا تقريبا وزير وقفت الانتداب، فما برشا قاعدوا كيكة معاذرة، لا فما برشا انتدابات وفما برشا عملة في وزارة التربية، ولابد انه يشوفوا ويتفقدوا ويشوفوا كل مدرسة اش فيها عساسة واش فيها موظفين واش فيها، ويتم اعادة مشكي وعاود وزع، شوف شنو كان مدرسة فيها برشا
ومدرسة ما فيهاش. لابد أنه يتم إعادة النظر في المسألة هذه. المدير متاع المدرسة يتحمل المسألة هذه، لأنه أولا مدير وهو المسؤول الأول على المدرسة هذه، ومش احنا باش نخصوه بالذكر هو ولا غيره، لكن نحكي على المديرين صفة معناتها، على المديرين بصفة عامة، لابد أنه من مسؤوليتهم إرجاع حرمة المؤسسة التربوية. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، مش معقول انه اللي يجي شلك ويدخل المدرسه في وسط القسم فيش لعبه مدرسه. شوف كان وليا او ما كانش، شوف يلزم ترجع المساله هذه في مخاخ كل الاولياء، كي باش يمشي يدخل باش يمشي قابل معلمه، اولا فما اوقات مش الدرس يمشي وتصير، ثانيا انه يطلب من السيد المدير المدرسه الطلب يمشي مع طريق المدير ويمشي للاستاذة والمعلمه، وقت تفاضى الأستاذة والمعلمة تخصلها الوقت باش تتقابل معها، لأنه الأستاذة والمعلمة هذيك بشر وإنسان وعنده مسؤوليات وعنده صغار وعنده دار وعنده وقت يلزم يروح فيه وعنده وقت يلزم يكمل فيه العمل، هو مطالب وعنده عمل بطبيعة يلزم يديه السوايع اللي قدمهم للتعليم، وعنده أكيد حاجات أخرى تابع العمل، عنده توقيت العمل بتاعه. معناتها انت تطلب كي تمشي انت بنكه باش تاخذ قرض، تمشي تكسر باب تاع البنكه ولا ما نعرف وتخندق الموظف تقول له تو اعطيني قرض، اعطيني قرض ما تاخذ موعد باش ترجع تقابل شيف داجونس، كيف 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 باش تقدم فاتوره في ستيك، كيف كيف راهو كيف باش تمشي تقضي ما عند التوابلي وحاجه، ما هو سنه التور نتاعك دورك، فهمت؟ من بعد تقول له ما نحب كذا ولا نحب كذا، فهنا ما عنده حتى حق. حتى تو احنا قاعدين في الاستديو واحد حب يقابلنا تو كيف يدز الباب ويدخل يقول السلام انا جيت معناتها مش فهمت. لازم الناس الكل تحترم بعضها، مش خاطر زعما معلم ما نحترمهوش، مش خاطر توابلي ولا حماس ما نحترمهوش، ولا مدير ما نحترمهوش، ولا معلم ولا استاذ ما نحترمهوش. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه تاعك الوضعيه اللي صارت تعكس نوع من عدم الاحترام للقوانين اللي أصبح ساري في البلاد التونسية، ونوع من الهمجية، الهمجية في البني الفوضوي، الهمجية في السياقة، الهمجية في الاستهلاك. احنا عنا أصبحنا عنا نوع وتوجه كامل للهمجية، معناتها نقوم بحاجات غريبة عن الحضارة متاعنا والتحضر متاعنا. شوف انت تو كي تركب في كار كيفاش تشوف المعاملات وكيشوف الخطاب كيفاش معناتها فيه عنف لفظي عجيب وغريب، ومهما وعاد لا فما احترام للاعمار ولا للاجناس ولا غيره. شوف انت السيركولاسيون تو كيف كيف معناتها شنو الكلام اللي تقال، الفوضى والتزمير وشوف من الجنسين معناتها شوف نجم يقولوا العنف اللفظي الكبير، نشوفوا عدم احترام للقواعد المرورية والقوانين والطرقات، هذه معناتها حاجة غريبة. عدم احترام الأسعار والتسعير، وهلا يا اخي توها الاحتكار شنو تسمى غير همجية؟ غير سلوك همجي هو الاحتكار، حوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت. هذا واللي شفناه البارح، اللي هذه كل واحد ماشي في باله بشيخه وحقه بيده، وما داخله على أستاذة ولا داخله على معلمة القسم قدام التلامذة متاعها. وشوف ما نجمتش نكمل تفرج في الفيديو، ما حبيتش نسمع الكلام معناتها، فقط شفت باش نعرف شنو نقول وشنو باش نعلق. هذه المسألة لابد انه يكون فيها، شوف الله غالب في البلاد هذه ما عادش نفهمه كان بالردع، لابد كل حد يتحمل مسؤوليته وكل حد ساهم، والا كل حد كان طرف المسألة هذه يتحمل مسؤوليته. لهنا مرة أخرى لابد من إرجاع للمؤسسات التربوية الهيبة متاعها، كما كل المؤسسات كما كل المهن، كل واحد يخدم من عنده حتى حد الحق أنه باش يقيد الحرية العمل اللي يقوم به. نحن عنا إميسيون توا قاعدين نتكلموا، ما عنده حتى حد الحق يدخل يحل الباب ويطالب بأي الحاجة اللي يطالبها. اللي يحب يطالب حد في مهما كانت المؤسسة اللي يخدم فيها، كانت تربوية بنكية اجتماعية متاع تجارة إلى غيرها، ضوابط معينة يسنى يقف ويقدر الشخص ذاك ويحترمه ويطلب بكل تربية. يا أخي أنت هذه الولية هذه كانت تحب
تاخذ موعد، ما تاخذ وتواصل وتشوف ايش هي الحكايه. شوف هو المنطق التعالي والخطاب هذا العنيف، لابد ان التوانسه الكل يراجعوا رواحهم. وبصراحه فالموديتيزاسيون تاع الفيسبوك، فبطبيعه على التوانسه انهم يراجعوا رواحهم، وراهم ما يضحكش، راهو نهار اخر تو يجي عليك الدور باش يضحكوا عليك. راه شوف، لانه المعلم هذاك والاستاذ ما هم ماهيش وظيفه، معناتها عاديه، هذي عنده صغار. اش معناتها صغار؟ صغار يقري فيهم مربي، وصغار يربي فيهم، وصغار بطبيعه يشابههم على القيم. كي نجيو بين ظفرين حاشا من نيسان نطيحوا له قدره، راهو ما عادش فيها، معناتها ردوا بين حتى نبارتاجيو توا، حتى من بارتاج هذا في حد ذاته، معناتها بارتاج وتحط وزعما، وكل واحد اللي فدلك واللي 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 يعاود في الفيديو هذيك، شوف كل واحد عاود الفيديو هذيك ساهم في السقوط الاخلاقي اللي قاعدين نعيشوا فيه. نمشيو لموضوع اخر، نحكيو على ملعب المنزه، ملعب المنزه وانتظارات نتاع التوانسه، تجديد ملعب المنزه، المقاولات والشركه اللي كانت مكلفه يعني بتجديد ملعب المنزه نحو فسخ العقد اللي تم ابرامه مع هذه الشركه. نوفل بالحاج رحومه مدير البنائات والتجهيز بالاداره العامه للمصالح المشاركه بوزاره الشباب والرياضه يقول انه سلطه الاشراء بسبب اتمام اجراءات فسخ العقد مع شركه المقاولات التونسيه اللي كلفت بتجديد الملعب الاولمبي بالمنزه. وقال في تصريح لوكاله تونس افريقيا للانباء، قال انه اسناد الاشغال لاستكمال المشروع سيكون لشركة مقاولات أجنبية، مشير لوجود عرض من شركة صينية مختصة في البناء الرياضي. وبين زاد في نفس الوقت أنه الصفقة ستمنح للأفضل يعني من ناحية العرض. وقال زاد أنه الشركة اللي سيتم التعاقد معها مطالبة باحترام ترتيب وقوانين الصفقات العمومية وتشريعات التونسية في علاقة بآليات التمويل. وقال مدير البنايات تجهيز الإدارة العامة للمصالح المشتركة، قال أنه سوف تستأنف أشغال إنجاز ملعب تجديد المنزه في غضون 5 أو 6 أشهر، مبينا أن مدة الإنجاز المتبقية تقدر ب 365 يوم عمل، يعني تقريبا عام ونص أخرين مع إذا نحسبه للمدة المتبقية باش تستأنف الأشغال. 365 عام عام وخمسة ولا ستة شهور باش ننطلقوا في الأشغال، يعني نجم نقولوا عام ونص باش نشوفوا ملعب المنزه مرة أخرى. ملعب الأولمبي بالمنزه شخصيا عندي معاه ذكرى كبيرة برشا، ونصور كل التوانسة اللي مشاو للملعب هذاك عندهم ذكريات. دخلت الملعب المنزه في أكتوبر 1997 باش نتفرج في أول مباراة ليا. كي دخلت للاستاد كما يقولوا، قعدت في الجماهير في الفيراج وقتها، وانا صغير تقريبا عمري 12 سنه، وشفت معناتها الماتش كان في الليل، وشفت الجازون جهرني، معناتها اللون الاخضر بتاع الجازون جهرني الاضواء، ومعناتها من وقتها بدا الغرام نتاع دخول لي ماتش، ومعناتها تمشي للستاد وليت نوع من الدوده، كل واحد يولي يحب كل سبت يمشي يتفرج في فريق ولا يمشي يتفرج في المنتخب، والا يمشي معناتها يحضر في الاعجوبه. كانت الملعب المنزه وكان فيه الهندسه المعماريه اللي نوره معناتها عباد الشمس من فوق تشوفها، واللي كان هو مع سنه 98 من اجمل 5 أو 6 ملاعب في العالم، وكان مصنف من اجمل الملاعب، وكان نجم نقولوا نوع من الفخر. انت كي تتعدى من غادي تفتخر بالبنيه هذيك والمونيمون هذيك، لانه معلم، لانه تقريبا انجازات الكره التونسيه اغلبها مر من غادي، تاريخ الكره مر من غادي، معناتها لي ديربي، المباريات المنتخب الوطني التونسي، شوف كل القمم الكلاسيكوات، كل القاب الافريقيه للانديه التونسيه، كلها تعديت من الملعب هذيك. وقديش من كوارجي كان حاضر، وقديش من لاعب عالمي كان حاضر في المنزه. شوف مؤخرا تقريبا في شهر ديسمبر تعديت من غادي، معناتها دار لقمان على حالها، مش طلعت تعديت من غادي وما عنديش الايماج اللي انا باش نسيت اللي هو نسيت اللي هو ملعب.
كي شفت معناتها كل شيء محلول على الشارع وتشوفك اللي جرادان كانوا مايلين هكا ما فماش ديسكوليت من بعد ديسكوليت وانت تشوف في حاجه توجع القلب معناتك معناتها عباره واحد غرس لك سكينه في قلبك في كل الذكريات اللي عندك في كل المونيمون وانت صغير وانت تتفرج فيه. شوف من غير ما نطولوها عليه وهي قصيره، فما فشل ذريع في اداره المشروع هذا من اجس كازيت، ولهنا الحكومه بكلها برمتها تحمل مسؤوليه تتحمل مسؤوليتها اللي انها هي الحكومه، والفشل اللي صار حتى ولو كان من المقاول حتى ولو كان من الشركة هذيك متاع المقاولات اللي كانت، لأنه الاختيار تم عليها من طرف المسؤولين. شوف ونجم نقوله هذه نقطة سوداء في تاريخ تونس وتاريخ التجهيز وزارة التجهيز في تونس، هذه عدم القدرة على المسألة هذه. وشوفوا لهنا شنو الأجانب في الأخير الوقت، شوف راهو الوقت راهو فلوس، والفلوس اللي عنده وزارة التجهيز راهم قام بدفعهم ولمهم المواطن تونس، وبما اني دافع على الضرائب نطالب زاده بتحميل المسؤوليه للناس الكل. وهذه الشركه اذا كان اخلت بالتعاقد نتاعها فان لابد ان محاسبتها، هو اكيد باش المساله باش يمشي للقضاء طبعا، ونشوف شكون عنده الحق وشكون ما عندوش الحق، لانه ما نعرفوش بالضبط شنو هي شروط التعاقد، لكن لابد انه يتحملوا مسؤوليتهم. وشوف خاصه في الوقت اللي ضايع، معناتها توا نحن هنا مازال برا عاد توا، شوف السنه الاشغاء سنه فسخ العقد والاجراءات فسخ العقد، ومن بعد تولي قضايا، واذا كان الشركه عندها الحق باش تعمل بالعقله وايقاف الاشغال وراهيت ماكلاوي. شوف وهذا كله احنا في باش نقعدوا قداش عام ولا اكثر واحنا مركزين كان على ملعب رادس، وخاصه خاسرين مكان كيما المنزه هذيك اللي قعد، فهمت؟ للاسف هذا شيء محزن. والجزء الثاني من الاخبار هو تقريبا التفكير في شركه صينيه، شفنا في بنزرت التفكير اصبح في شركه صينيه، خساره. والتو التفكير اصبح في شركه صينيه، معناتها كان بناء جسر وتوا شركه ثانيه تجدد المنزل، فهمت؟ الملعب خساره الشركه للاسف. شوف للاسف فشل اخر، للاسف هذا فشل، هذا ما هوش ما نجم يكون كان فشل، وعدم قدره على قيام بالمشاريع، وخوف الخوف كله انه تولي هذه عاده، نوليو احنا بلاد غير قادره على البني، بلاد غير قادره على الانشاء، ما عندناش شركات، عندنا الاف والاف المهندسين، للاسف لا جيستيون اصبحت تنقصنا، الحوكمه اصبحت تنقصنا. فوال هنا تعرف لابد ان مراجعه القوانين هذه اللي تسير معناتها تسير بها وزارة التجهيز. شوف هذه حكاية ليزاغريمون كيفاش تعطاو للمقاولين وعلاش ما يتعطاوش، نشوفوا شو معناتها القانون ما يتنفذش على الدولة إذا كان الدولة ما تخلصش مقاولين، لأنه برشا مقاولين زادة مهددين بالحبوسات، وفما اللي حبوسات وفما اللي هرب نظرا أنه ما صارش معناتها الدولة ما خلصتهمش إلى غير ذلك، والدولة زادة شنو اللي قاعدة تتعاقد مع كيفاش معناتها تتعاقد مع شركة وشركة ما تقومش بعد الوقت هذا الكل. بعد شوف خسرنا وقت، تذكر السين كي مشى رئيس الجمهورية الغادي وشنو اللي صار وكيفاش يتحدث المقاول وكيفاش شنو قال رئيس الجمهورية شنو قال وزير الشباب والرياضة وقتها. فبطبيعة عديد الأسئلة ما نفهمناش البلاد هذه كيفاش ماشية. نحن كدافعين ضرائب لابد أنه المشروع هذا يبان، وخاصة يتم المحاسبة شفافية تامة. شوف لابد أنه يتعاقب الناس الكل مهما كان مسؤول ومهما كان الفلوس اللي دفعها ومهما كان الاستثمار اللي قام به. شوف اللي متسبب في عدم إنشاء ملعب المنزه من جديد هو تسبب في نوع من الإحباط للشعب التونسي. أنا نتصور روحي إذا كان نسكن في المنزه كل يوم نخرج غادي ومش يمشي نخدم ولا مش يمشي نقرأ، شوفك المشهد هذيك أصاب بالإحباط. أنا قلت لك مشيت تعديت مرة من غادي وشفت هذه جاذة ذكريات واحد التوى مصدوم باللي قاعد صاير. للأسف مرة أخرى يمكن معناش مازال ما هوش رسمي التجاء لشركة أجنبية، وهذا شوف أنا نأمن بالكفاءات التونسية ونحب الكفاءات التونسية، وتو بعد نحكيه علاش معناتها تشجع المنتوج متاع بلادك لما يدر من الخيرات. تونس إذا كان تونس بلاد بتم تميمها أصبحت غير قادرة على إنشاء جسر أو إنشاء ملعب،
وتصليح تجديد ملعب. تجديد ملعب هذا لابد انه يحل برشا اسئله ويخلينا احنا التوانسه نحطوا ساقينا في القاعه نرجعوا نعملوا كريتيك لازم ونتواضع شويه وسايبوا عليكم 3000 سنه حضاره واحنا التوانسه اذكى عبيد في العالم واحنا احسن موقع واحنا في الاخر حرنا باش نجدوا استاد فلابد ان التوانسه نعاودوا نراجعوا رواحنا ونعاودوا نتواضعوا ونعاودوا نفكروا في البلاد هذه اللي احنا هردناها بيدينا. كانت هذه اهم العناوين واهم الاخبار.